المهرجانات دي انا مش شايف ان هي وسيله مهمه بالفعل في الاجواء اللي احنا عايشينها. كنا نتمنى بالفعل ان الاجهزه دي ما تغسلناش، ولكن الحمد لله ان جمعيه كتاب ونقاد السينما صممت واصرت واقامت، وبالفعل باذن الله هتنجح في هذه المهمه ويكفيها شرف المحاوله. احنا النهارده بالفعل قدام فيلم كف القمر، والفيلم بينتمي ايضا الى سينما خالد يوسف اللي احنا بالفعل نقدر نقول في سينما للمخرج خالد يوسف، وهي سينما مثيرة للجدل بشكل كبير جدا. يعني من الممكن بالفعل ان احنا نختلف معها ونتفق معها حولها، ولكن بالفعل في النهاية هنكتشف بان احنا قدام سينما لها خصوصية، قدام سينما في مخرج له اسلوب له افكاره، اللي بالفعل احنا في لحظة من لحظات افتقدنا هذه الافكار، واكتشفنا في لحظة من لحظات بانه السينما تبدو وكأنها وسيلة لتغييب وعي الجمهور. فلما جينا للمخرج خالد يوسف ويحاول بالفعل أنه يبقز هذا الوعي، أو على الأقل يبقيه في حالة اشتعال وفوران، فإحنا بنشكره على هذه النية. وأنا شايف أنه بالفعل إحنا مش عاوزين نطيل على سيادتكم كثير، ولكن يعني أنا بعتبر بأن إحنا لما بنتكلم شوية بنحاول إحنا نثير حماسكم لمناقشة الفيلم، خصوصا ان الفيلم فيه قضايا كثيره جدا تستحق المناقشه، في افكار كثيره ايضا تستحق المناقشه. وانا يمكن عاوز ابدا بس بجزئيه انسانيه وهي ليست بعيده عن خالد يوسف، وهي اهداء الفيلم الى حامد حمدان. يعني مهندس الدكتور حامد حمدان انا اتصور بانه بالفعل من الاسماء المهمه جدا، ويمكن البعض بيقول يعني ايه التوقيت ده اللي بيهدي بيه خالد يوسف فيلمه الى حامد حمدان، وكيف يهديه الفيلم جنبا الى جنب مع ارواح الشهداء. فانا اتصور بانه خالد يوسف رفع من قيمه اهدائه كثيرا حينما قدم هذه التوليفه او المعادله، ولكني بالفعل محتاج انني اسمع من المخرج خالد يوسف في البدايه لماذا هذا الاهداء وفي هذا التوقيت. صباح الخير الأول، وأشكر كل الحضور على اهتمامهم وعلى وقتهم. والإهداء كان فيلم أنا خلصته في شهر 12 2010، وانتهيت منه كاملا، يعني يبقى بس إن أنا كنت أعمل نسخة الفيلم 35، وكنا هنشرع في نزوله في أول يناير، وبعدين جه حادث القديسين في اسكندريه، فقلنا احتراما لارواح الشهداء ناجله شويه اسبوعين ولا حاجه. اجلناه اسبوعين ولا حاجه، جت ثوره 25 يناير وسقط شهداء اخرين. فطبعا وحل البلد زي ما انتم عارفين، الانفلات اللي كان موجود والمزاج العام نفسه ما كانش يمكن مهتم ان هو يشوف افلام في الفتره ديت، ففضلنا ان احنا نستنى شويه، خاصه ان الفيلم اللي مرتبط بموسم او لو ما نزلش دلوقتي هيسقط بعد كده، يبقى ما كانش ينفع يتعمل. فانا بعتقد ان انا بعمل افلام ينفع تتعمل، بعتقد برضه على اكون واهم يعني. فما كانش فارق معايا ان هو يقعد شويه، يقعد 9 شهور. ده كان تاني فيلم بعد يعني اخر فيلم انا عملته كان كلمني شكرا، كان ديكور حامد حمدان. وحامد حمدان بعد ما عمل الديكور في استوديو مصر اللي هو ديكور الحي الشعبي، اتحرق الديكور، وكانت كارثه كبيره لان كنا صورنا نص الفيلم فقط، فاضطرينا ان احنا نعيد بناء الديكور، فبنى الديكور مره اخرى اكنه يعني في حرفة في إن هو يجيب كل تفاصيل الحاجات اللي اتحرقت أكنها يعني أكن ما حصلش، أكن ولا حريق حصل ولا أي حاجة. الباب بالملي، الحيطة حتى اللي هي مفروض باينة إنها قديمة، نفس درجة القدم، نفس درجة اللون، نفس التفاصيل. بنى الحارة تماما، وكان بنى الحارة في الأول في 3 شهور، ولما اتحرق الديكور بنى الحارة في شهر. يعني أعاد بناء الحارة في شهر لأنه عايز ينقذ الموقف بأي شكل وبأقل التكاليف الممكنة، أقام الديكور مرة واحدة.
حامد حمدان اللي ما الناس اللي ما تعرفوش هو مهندس ديكور، بدأ مع يوسف شاهين في أول أفلامه، أول أفلام حامد حمدان معاه كان المهاجر، وعمل بعد كده المصير، وعمل كل أفلام يوسف شاهين الأخيرة من أول المهاجر حتى آخر فيلم، وعمل لي أنا كل أفلامي تقريبا باستثناء فيلم كان هو مشغول فيه. فحامد زي ما أنا كتبت على الإداء هو رفيق مشواري بجد، يعني ابن عمري بجد. لما بفتكره بيحصل لي حالة من الشك، لأن الراجل ده اتخطف وهو عنده حاجة واربعين سنة، وأستاذ يوسف كان مسميه العبقري، كان بجد عبقري، وبرغم سنه الصغير إلا إن هو أسرى السينما فعلا. وأعتقد إن تاريخ السينما لما هيجي يكتب وهيكتبه مهندسي الديكور هيبقى واحد من المهمين جدا اللي لابد أن يؤرخ ليهم هو حامد حمدان. فأنا أصريت إن أنا بعد على طول ما مات حامد حمدان بعد كلمني شكرا، إن أنا أول فيلم أعمله لو قدر لي أعمل فيلم أهديه لروح حامد حمدان. وفعلا كتبت الإهداء لروح حامد حمدان، وده كان قبل ثورة 25 يناير. وبعدين جت الثورة والفيلم بقي زي ما هو مهدى لحامد حمدان، لغاية ما قررنا بقى ننزل الفيلم في الشهر ده. فلم أستطع أن أتجاوز شهداء ثورة 25 يناير، يعني حدث زي ده لا يمكن أن أنا أتجاوز فيه وما أهديش الفيلم ليه، وفي ذات الوقت لا يمكن ما أهديش الفيلم لحامد حمدان. فأنا قلت أنا بعتبره شهيد السينما حامد حمدان، أنه هو سقط وهو يعمل وهو بيجاهد عشان يعمل فن بيحترم عقل المشاهد ويحترم ذوقه ويحترم طبيعة مهنته اللي هي فيها إمتاع بصري، كان بيضيف لنا فعلا إمتاع بصري في الصورة، فأنا بسميه شهيد السينما. فما حسيتش إن فيه أبقى متزيد أو منحاز لصديقي أو لأحد صناع السينما لما أقول بهدي الفيلم لحامد حمدان اللي كان بيحلم معانا بثورة 25 يناير، لأن ده كان حلم كل المصريين. ثورة 25 يناير كان حلم كل المصريين، وبالتالي بالطبيعة الأمور إنها تبقى حلم حامد حمدان. فأهديت الفيلم لروح حامد حمدان، واللي هو ما حضرش معانا الثورة وكان نفسه يبقى فيها وكان بيحلم بيها زينا، أرواح الشهداء اللي هم لولاهم ما كانتش في حاجة اسمها ثورة 25 يناير ولا كانت نجحت هذه الثورة. بس ده فعايز بس يعني أختم الجزئية دي بأن أنا أقول إن الفيلم ما كانش جاهز بمعنى نسخة العرض، لكن هو جاهز زي ما هو، زي ما أنا عملته في شهر 12 اللي فات مقفول ما غيرتش فيه كادر، لكن نسخة العمل دي بتاخد لها عشان تطلع بقى نسخة العمل اللي هو حاجة اسمها المكساج النهائي وتسجيل المزيكا التصويرية والتصحيح الألوان والحاجات دي كلها ما كانتش تمت بشكل نهائي غير في الأسبوعين الأخرين دول، وكنت ناوي إن أنا أخد فيها 3-4 أسابيع لأن الفيلم لسه نازل قريب من العيد فلسه عندي وقت. فلما كلمني الأستاذ نادر واتفقنا إن الفيلم ينزل مهرجان اسكندرية، قلت له بس أنا يمكن ملحقش أعمل شغل 4 أسابيع في 10 أيام، وفعلا ده الشغل ده بياخد معانا ما يسمى البوست برودكشن، يعني بياخد معانا 4 أسابيع. فلما نادر كلمني قلت له طب عموما انا هحاول اجهز بنسخه 35 لان ده في النهايه مهرجان سينما، لكن لو ما جهزتش هيكون ايه الحل؟ لان انا ما كنتش جاهز لمهرجان اسكندريه ولا كان في دماغي. فقال لي ما يقدر عن قدر الا ربنا، يعني هاتوا لنا بقى فيديو نعرضه بروجيكتور. فقلت له اوكي، بس كنت مصر لان ده مهرجان سينما ان احنا نشوف سينما ما نشوفوش فيديو. فمعايا كل الاستاف بصراحه سهروا الليالي اللي فاتت دي كلها، الاسبوع اللي فات ده كله في المعمل ما فيش حد نام لغايه ما جهزنا النسخه اللي انتم شفتوها امبارح، احتراما لمهرجان اسكندريه وتقديرا لان ده اول مهرجان بعد ثوره 25 يناير، فلا يليق بالسينما المصريه انها ما يبقاش عندها عمل تقدمه بعد هذه الثوره النكبه. شكرا. شكرا استاذ خالد. وقبل ما نفتح باب النقاش احنا يهمنا ايضا ان احنا بالفعل نقدم النجوم اللي معانا على المنصه. معانا الى جانب المخرج الكبير خالد يوسف، مدير التصوير المبدع الدكتور رمسيس مرزوق، معانا الفنان الجميل خالد صالح، معانا الاستاذ حسن بردد، معانا الفنانه السوريه اللي بنعتبرها مصريه قلبا وغالبا جمان مراد. تفضلوا حضراتكم.
ما عندهمش اسئله. احنا عايزين نخلص بس يبدا وعشان كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عرفت الاستاذ خالد يوسف في فيلم احداث 11 سبتمبر في دبي، كان مع المرحوم يوسف شاهين، ثم في ندوه فيلم دكان شحاته برضه في دبي. وطبعا حضرت مع الاستاذ خالد جميع المهرجانات اللي كانها في دبي. وبصراحه الاستاذ خالد انا الفيلم شفته امبارح، يعني من احدث الافلام واحلى الافلام اللي اتعملت، اللي كان فيها مجهود كبير جدا جدا جدا، وفيها مجاميع انا يعني زي فيلم صلاح الدين ايوبي بتاع. والاستاذ خالد يوسف بصراحه اصبح قيمه فنيه في الدول العربيه، وبقى رمز لانه افلامه كلها مميزه. وان شاء الله يعني خالد يوسف هيبقى من اكبر المخرجين في العالم ان شاء الله. سؤالي هو، هل فيلم كف القمر سيعرض في مهرجانات اخرى ومنها مهرجان دبي القادم ان شاء الله في شهر ديسمبر؟ في شهر ديسمبر. شكرا. اللي يعرفوني كويس يعرف ان انا يعني عناوين المهرجانات ما بعرفهاش، يعني بجد مش يعني ده مش تقليل من المهرجانات على الاطلاق، بس انا ما يعني مش في ناس بتسعى منهم كاستاذي للحضور والفاعليه في المهرجانات الدوليه للحصول على اعتراف دولي كان في وقتها بالسينما المصريه، وكان غرض نبيل جدا وحققه يوسف شاهين وزملائه في هذه الفتره المبكره من عمر السينما. انا لان جاي من شارع السياسه وجاي من شارع الهم العام، فمهتم بالمشاهد اكثر من مهتم باي حد، مهتم بالناس اكثر من مهتم باي حد، اكثر من مهتم باي مجد. بقول ده ممكن حد يعتبرني ان انا بتزيد يعني، لكن والله هي دي الحقيقه. يعني بجد بهتم قوي، يعني انا دخلت الفيلم العاصفه مهرجان القاهره السينمائي الدولي وجربت وخدت جائزه الهرم الفضي، فلما طلعت خدت الجائزه فلقوني مش مبسوط مدام يسرى واستاذ جابي خوري، فبيقولي لي الفيلم لسه ما كانش نزل جماهير. قلت له مش هرتاح الا ما اشوف رد فعل الناس على الفيلم. فجربت يعني ايه جايزه في مهرجان، كانت من اكبر الجوائز وقتها، ورد فعل الناس، فلقيت نفسي كنت اسعد كثيرا عندما نجح الفيلم جماهيريا والناس حبته. فمن وقتها وانا ما يعني ما ببقاش حريص قوي على المهرجانات، مع ان ده خطا فادح انا بتصور وده تقصير مني، لكن انا في مخرجين بيعرفوا الحكايه دي كويس قوي، بيعرفوا يعملوها ويسعوا المهرجانات ويعرفوا عناوينها ويبعتوا لهم نسخ وحاجات كده. انا تقريبا لا امارس هذا الدور وده تقصير مني بعترف بيه. فانا مش انجاز، يعني حاسس ان في انجاز تحت اي ظرف في الظروف وتحت اي خلل موجود، لان برضه في انجازات في الفيلم الحمد لله. ده اكتر فيلم انا تعبت فيه في حياتي، وما اعتقدش اتعب في فيلم تاني كده، يعني كانت ظروفه قاسيه جدا جدا، بس كنت متصور في النهايه ان شاء الله ان هنشوف حاجه كويسه وترضي الناس وترضي الجمهور. هلتقط بس من خالد اخر ما قاله ان فعلا الفيلم ملك الجمهور، وده حقيقه كامله. وانا بشتغل كان عندي طول الوقت الاحساسين، بس خالد كان دايما يقول لي مش عايز خالص احساسك بالقضية العامة ده يبقى موجود نهائي على الشاشة، مش عايز اشوف ولا عايز احس بيه. ففعلا تم توريته، لان احنا كمان بنقرا وبنشوف قبل ما بنقرا الاشياء، يعني مش المكتوب قبل ما نشتغل، فكان عندنا بعض التصورات دي واتكلمنا فيها. انما اثناء العمل كان بيتم اقصائها خالص خالص، عن كانت حدوتة بسيطة جدا، ده اللي عايزين نقدمه في المواجهة كده، حدوتة بسيطة للاخوات ومحاولة لم شملهم بشكل او باخر، وايه اللي كان ما بينهم و الى اخره. كان الاداره هنا بقى عند خالد كانت بتخلينا خالص نلغي مساله او نخليها ورا خالص، لو نطت عند المشاهد اهلا وسهلا، لو ما نطتش يبقى احنا في اطار الحدوته اللي مكتوبه دي. شكرا. دكتور عصام الشماع اتفضل. المايك لو سمحت، خلي حد في القاعه يحرك المايك بس. بداية بحب أحيي كل أبطال الفيلم،
وانا لا يعني ثانيه واحده جاي لك لا 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 جاي لا 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 اداره الاستاذ خالد يوسف للممثلين كانت اداره جيده جدا. ممثلين الفيلم جميعا خالد صالح حسن الجداد وفاء عامر كل الناس الموجودين جمانة مراد طبعا عشان مش عايز انسى اي حد صبري فواز كل الناس الحقيقه كانت اداره جيده جدا وواضحه جدا بصمه مخرج يستطيع ان يحرك الممثل بشكل جيد بحيث يعطي لوحه كامله لفن من فنون التمثيل فن اداء راقي فعلا فدي بالنسبه لي لفتت نظري جدا. الحاجة الأخرى إن خالد يوسف المرة دي بيلامس روح الطقس الشعبي وأنا كنت محتاجه هو شخصياً وأنا بحبه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني إنه يلامس روح الطقس الشعبي بشكل يعني هو بدأها يعني هو بدأ السكة الآن بدأت سكة ملامسة روح الطقس الشعبي وروح الحكاية الشعبية روح الشعر روح المكان الشعبي روح الحكاية عن النيل وهذا المكان الساحر اللي اختاره مكان رائع وجميل الأخضر والصحراء والبناء والمسائل الطقسية دي يمكن أنا كنت محتاج أشوفها أكتر من كده لأن عايز أشوفها بكاميرا خالد يوسف عايز أشوف المنطقة دي بالذات لأن إحنا افتقدناها من الطوق الأسورة والحقيقة كان في ملامسات كثيرة في أجيال قبل كده في المنطقة دي ودي منطقة أنا بعتقد أنا بحب شخصيا أجلب عليها ويا ريت يوريها لنا لأن هو مع تقدميته الشديدة وأفكاره الملامسة للواقع وروح التغيير والتحرير وكذا مع الشخصية الفقيرة دي عاهرة لا بس إحنا بنقول إن الفقر الجهل بيبقى يعني بيعمل تخلف بيخلينا نتصرف تصرفات احنا مش مظبوطة لان احنا تحت ضغط الفقر تحت ضغط الجهل فهي اكيد حد جاهل وإلا ما كانتش حاولت تحل مشاكلها بالطريقة دي بس هي طبعا هي ضحية مجتمع هي مسكينة شعبها لما حضرتك قلت انه هي مثلا بترمز لان هي مثلا حد بيوقع بين كذا انا بقول الافلام الاستاذ خالد دايما ما فيش شخصيه بتبقى يعني ملهاش رمز بعد سياسي فاكيد كل حد بالفيلم في الفيلم بيرمز لحاجه معينه. مساء الخير.